سلام، اليوم راح أعلمكم طريقة كيف تغيرون شكل الشخصية وشعرها وكل شيء. أول شيء تروحون عند المخزون اللي مكتوب تحت، بعدين تروحون عند إعدادات، لا مو إعدادات، تروحون عند المظهر. تقدرون تغيرون وجه الشخصية مثل ما تشوفون، وهذا كله ببلاش. مثل إذا تبي تغيرونها، بس هذه مقفلة، مثلا نختار هذه. تبي تغيرون شعرها، أوكي، أو نختار هذه. تبي تغيرون شعرها، تختارونها تسريحة. هذه تسريحتها، وهذه اختارها تسريحة. هذه نغير لون الشعر، اختار لها أبيض، وتضغطون على موافق، أو إذا تبي تخلونها ذكر ولا أنثى فوق. هذا الذكر، هذه الأنثى، فبخليها أنثى. يقول تغيرونها إذا كان عندكم هذولان، كان عندكم 1000 ولا 500. يلا أوكي، مثل ما تشوفون غيرت شكل الشخصية قدامكم. إذا عجبكم الفيديو أتمنى تحطون لايك وتشتركون بالقناة. مع السلامة.